الدكتور محمد نجاح صباح، استشاري طب وجراحة العمود الفقري بالمنظار. الزمالة السويسرية لجراحات وتشوهات العمود الفقري بالمنظار. عضو الجمعية المصرية والسويسرية لجراحات العمود الفقري. أهلا بكم. دراسة مهمة قالت إن 80% من البشر إلى 90% سيعانوا في المستقبل القريب جدا من آلام ظهر مزعجة للغاية. ظهر المصريين، ظهر الناس كلها، العالم كله مش هيبقى بخير في الفترة اللي جاية. ما أقول لك إن 80-90% من الناس هتعاني من ظهرها، ده كلام بجد. النهاردة الحوار مثير للغاية ومهم، لأنه متعلق بواحد من أهم شكاوى الناس في الوطن العربي في العالم الحقيقة. ضيفي العزيز، واحد من الأسماء القديرة في هذا المجال، الأستاذ الدكتور محمد نجاح صباح، استشاري طب وجراحات العمود الفقري بالمنظار، صاحب الزمالة السويسرية لجراحات وتشوهات العمود الفقري بالمنظار، عضو الجمعية المصرية والسويسرية لجراحات العمود الفقري. أهلا بيك يا دكتور محمد. أهلا بيك يا دكتور. منور الناس الحلو. أنا نور حضرتك، سعداء بيك والله. الله يخليك. هل كل آلام الظهر هي آلام من العمود الفقري؟ للأسف ده مصطلح شائع عند الناس، فاهمة إن أي عيان عنده مشكلة في ظهره أو بيشتكي من ألم معناها إن عنده انزلاق غضروفي. اطلاقا اغلب اللي بيشتكوا من ظهرهم بيبقوا عندهم انزلاق غضروفي، لكن في نسبه كبيره جدا ممكن تصل لاكثر من 30% ما عندهمش مشكله اصلا في العمود الفقري. زي ان يكون المريض عنده حصوات في الكلى وبيشتكي من الام في ظهره وفاهم انها مشكله في العمود الفقري. او تكون والده لينا، ام لينا، عندها مشكله في الرحم وفاهم ان دي مشكله في العمود الفقري، او وسيله منع الحمل بتسبب في احيان كتير الام مزمنه في العمود الفقري والفهم انها انزلاق غضروفي. وفي اغلب الاحيان دي بتحتاج متخصص في جراحات العمود الفقري بيفحصها فحص واقعي ويطلب الاشعاعات المناسبه وبيبين ان كانت هي عندها انزلاق غضروفي فبتمشي في طريق انزلاق غضروفي، او ان كانت من ال 30% اللي عندهم مشكله غير كده بيحولها للطبيب المتخصص اللي بيكمل علاجه معاها ان شاء الله على خير. ممكن يبقى في التهاب في العضلات، دي خاصه بالعمود الفقري، لكن في 30% من الاشتكاء من الظهر المشكله اصلا مش متعلقه بالعمود الفقري، تبقى حاجه اسمها ريفيرد بين، يعني مشكله في جهاز اخر مسبب الام في الظهر. فالمريض بيروح يكشف الاول عند متخصص في العمود الفقري وهو مش عارف ان المشكله اصلا ما لهاش علاقه بالعمود الفقري. طب ايه اعراض الانزلاق الغضروفي؟ اعراض الانزلاق الغضروفي المريض بيبقى فاهم ان لما يكون عنده انزلاق غضروفي ان عنده الم في ظهره بس، لا طبعا الموضوع بيبدا الاول ممكن يكون الم في الظهر شديد او الم بسيط، بعد كده بيظهر زي ما ظهر معانا على الشاشه الام حاجه اسمها عرق الناس، اشهر حاجه في الدنيا. المريض بيبدا الالم في ظهره على جنب من الناحيتين، بعد كده الالم بينزل في الفخذ والسمانة والرجل، ويبقى عنده تنميل، المريض بيبقى عنده حاجة اسمها حرقان في الفخذ أو شكشكة، المريض بيقول فعلا أنا عندي شطة أو نار في الفخذ، أنا حاسس إن هي يا دكتور في سكينة مرشوقة في فخذي. ده الأعراض الأولانية. ممكن بقى يكون عنده مشكلة أكبر لا قدر الله جاي بيها من الأول، عنده حاجة اسمها أعراض سقوط القدم، ما بيعرفش يمشي على كعبينه زي صوابعه، الرجلين مش زي بعض، رجله خاسة لا قدر الله، في عدم تماثل في حجم العضلات، التحكم في البول مش مظبوط، او عنده مرحله من مراحل التسرع في البول، المريض بيحتاج يخش الحمام بسرعه، المثانه ما بتلحقش تخزن ميه بكميه كبيره، المريض عنده لو راجل بقى عنده ضعف في الانتصاب شديد جدا متزامن جه بعد الم ظهره، مشكله في البراز، كل دي حاجه اسمها اعراض الانزلاق الغضروفي. ودي بتبان بالفحص الواقعي الجيد مع طبيب عمود فقري، وبعد طلب الاشعه اللازمه بنحدد بقى ان كان المريض عنده انزلاق غضروفي واحد او اكتر، هيحتاج تدخل جراحي او ايا كان نوعه، او يعدي بالعلاج التحفظ. هل لو قلت المريض انت عندك انزلاق غضروفي ده يساوي ان انا بقول له انت محتاج عمليه؟ لا اطلاقا، ده برضو مفهوم خاطئ عند الناس. الناس بتخاف جدا لما يشتكي من ظهره او يتقال له انت عندك انزلاق غضروفي. بالظبط حوالي 80% من مرضى اللي تشخصوا تشخيص واضح انهم عندهم انزلاق غضروفي بيعادلوا بفضل ربنا بالعلاج التحفظ، اللي هو القدره الطبيعيه بتاعت ربنا على الاستشفاء او التماثل للشفاء من غير اي ادويه او من غير اي تدخل. بس الكلام ده بيحتاج شو حاجات كتير، بيحتاج المريض يكشف في المرحله المبكره عند متخصص ما يمشيش في طريق غلط، بيتشخص مظبوط ويكون طبعا ما عندوش اعراض متقدمه، المريض بفضل الله بيعدي بالعلاج العادي اللي هو التحفظي اللي هو ما دون العلاج الجراحي، طبعا ادويه بسيطه، مضادات التهابات وبسط عضلات، جلسات علاج طبيعي بيحددها الجراح المتخصص مع استشاري العلاج الطبيعي، وتمارين معينه والراحه طبعا، والمريض بفضل الله بيعدي تماما بالعلاج التحفظي. قليل بقى حوالي 20% اللي ممكن يحتاجوا تدخل اللي هو اكتر من علاج التحفظ.
طب السؤال الجاي ده مهم قوي. يعني دلوقتي المريض بيتفرج علينا ويتقال له انت محتاج عمليه مثلا في مكان ما، ازاي يبقى هو متاكد بالفعل ان هو محتاج عمليه؟ سؤال جميل جدا يا دكتور. عشان نميز المريض اللي عنده انزلاق غضروفي محتاج عمليه او مش محتاج، المريض وهو قاعد في البيت دلوقتي بيحكم بكل بساطه يحدد هو في انهي مرحله ويعرف هو محتاج عمليه مش. بنقسم مرضى اللي تشخصوا تشخيص واضح انهم عندهم انزلاق غضروفي لثلاث اقسام كبار خالص. القسم الاولاني هو جاي للاسف عنده اعراض متقدمه جدا، وده بنقول له انت محتاج عمليه في اسرع وقت. جاي بقى لا قدر الله بقى حاجه اسمها علامات الخطوره او ريد فليكس. المريض عنده مشكله في التحكم في البول، ما عادش بيعرف يسيطر على نفسه، ممكن يكون عنده امساك مزمن، ضعف في الانتصاب، سقوط في القدم يعني مش عارف يمشي على كعبينه او صوابعه كويس، عنده عضلات رجله خاسه يعني في ضعف في العضلات، عنده عرق شديد. للاسف المريض ده بيتقال له انت من القسم الاولاني اللي محتاج عمليه فورا. كلام ايا كان نوع العمليه بقى، سواء كان جراحه او ميكروسكوب او منظار، لسه هنتكلم فيها لاحقا ان شاء الله. ده النوع الاول. النوع الثالث هو عنده المريض عنده اعراض بسيطه جدا وما تحتاجش تدخل من اي نوع، زي يكون حاجه اسمها اعراض حسيه فقط. يعني المريض بيشتكي من الم في ظهره بسيط بيروح ويجي، الم في رجله ليه اعراض انسه خفيفه بتروح وتيجي بتعدي بالعلاج. الاعراض اجمالا مش مؤثره على حياه المريض، بيشوف اكل عيشه كويس، اموره مستقره، ست البيت بتتحرك في البيت كويس مش مؤثر عليها، وكل فين وفين تاخد مسكن او ادويه بسيطه. ده بنقول له والله انت عندك انزلاق غضروفي بس الامور اندر كنترول، متسيطر عليها، ما انتش محتاج تدخل دلوقتي خالص ولا بعد كده، بس بتحافظ وندي له تعليمات معينه وده بفضل ربنا بيعدي بالعلاج العادي، ما بيحتاجش عمليات خالص. النوع اللي في النص بقى وده المختلف عليه، ده حاجه اسمها البوردر لاينز، اللي هو المريض اللي ما عندوش اعراض حركيه صعبه، يعني ما عندوش حاجه من علامات الخطوره بس الاعراض الحسيه عنده عاليه جدا، عنده الام شديده في ظهره وما بتروحش، بياخد مسكنات يوميا. احيانا بيجي لنا مرضى عدى مرحله الترامادول بفتره طويله، يعني بيقول لي ما باخد باخد حبات ترامادول الصبح وحبايه بالليل. الاعراض الحسيه عنده عاليه جدا، ما عادش عارف يشوف اكل عيشه كويس، ما بيتحركش غير بمسكن. المقصود بها حساسيه الالم بقى الالم بالنسبه له لا يطاق. واعراض حسيه يعني ما فيهاش مشكله حركيه، ما عندوش علامه من علامات خطوره، ما عادش عارف يسيطر على حياته، ما عادش عارف يشوف اكل عيشه. ده بنقول له والله حاجه من اتنين، يا بنلجا للتدخل عشان ما نخشش في المرحله الثالثه ويبقى عندنا مشكله ممكن ما تعديش بعد العمليه، يا بنتابع متابعه جيده بنديله العلاج اللازم ونقول له لازم تتابع متابعه مستمره عشان لو لا قدر الله دخلنا في المرحله الثالثه نعرف فورا ان احنا محتاجين تدخل جراحي ايا كان نوعه. برضه ده نورت يا دكتور محمد واسعدتنا بهذا الحوار. اهلا سعداء بحضرتك دكتور. ضيف العزيز الاسم المتميز للغايه الاستاذ دكتور محمد نجاح صباح، استشاري الطب وجراحات العمود الفقري بالمنظار، وصاحب الزماله السويسريه لجراحات وتشوهات العمود الفقري بالمنظار، عضو جمعيه المصريه والسويسريه لجراحات العمود الفقري، كان ضيفي في الناس الحلو. خلي بالكم من ظهركم وخلي بالكم من عضلات الظهر واهتموا جدا بتقويتها. في تمرين لطيف جدا لعمل لعضلات الظهر، بيقوي عضلات الظهر كويس جدا ان انت تزق على الحيطه، زق على الحيطه يعني تعمل كانك تعمل بوش اب، كانك تعمل ضغط بس اجنست الحيطه. لو قدرت طبعا تعمله على الارض هيبقى كويس جدا، لكن بالنسبه للناس الكبار في السن مجرد ان انت تعمله بوش من يعني تزق على الحيطه كده لورا، ده كل شويه تعمله هتلاقي نفسك عضلات ظهرك بدات تقوى، وده هيفيدك جدا. خليكوا دايما مع الناس الحلوه. الدكتور إسراء أحمد السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كلية طب القصر العيني، ماجستير جراحة الفم والأسنان كلية الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. ضيفتي العزيزة واحدة من نجوم عالم طب الأسنان النهاردة موجودة واكيد هستمتع بالحوار معها كالعاده. النهارده ضيفتي هي الاستاذه الدكتوره اسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان وصاحبه الدبلومه الاسبانيه لزراعه الاسنان ماجستير جراحات الفم والاسنان، الاسم المتميز. اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور ايمن. تجميل الاسنان، تجميل الاسنان ما بين الشكل الجمالي والابتسامه والود سمايل والكلام الحلو اللي بيتقال وما بين الضروره الطبيه، هل التجميل، هو سؤال انا عارف اجابته بس عايز اسمعه بالتفصيل منك، له قيمة طبية صحية على الإنسان؟
طبعا هو يعني احنا مثلا لما نيجي نتكلم تجميل الاسنان يعني ايه؟ يعني واحد عنده سنان اوفر كراودد او مش في مكانها هتعمل فود امباكشن، يعني هتدخل اكل ما بين الاسنان، هتسوس الاسنان، مش عارف ينطق، مش عارف يمضغ، دايما بطنه تعبان عشان مش عارف يمضغ الاكل، كل دوت مش فوائد صحيه. لا طبعا فوائد صحيه. يعني التقويم ده من الحاجات اللي انا شايفاها اساسيات، ما تنفعش يعني ما ينفعش تدرجها تحت بند التجميل، بس هي اوريدي مدرجه تحت بند التجميل، بس هي لا هي اساسيات. ما لما السنان دي كلها تبوظ وتتكسر، عضه معكوسه وعمالين تفرم في السنان، ما هتتكسر، هتتدغدغ، وفي الاخر هيضطر ان هو يخلعها مكسره. يعني ده حاجه ما اعتقدش ان ديت حاجه بسيطه يعني. ايه تاني في التجميل؟ ان انت تعمل زراعه فكه كامل دي حاجه قليله؟ لا طبعا ما تدركش طبع التجميل، دي اساسيات. مثلا هوريك حاله زي كده ديت. بص السنان الاماميه فلين كده حاجه طايره. السنان الاماميه العلويه اولا لونها مختلف، ثانيا قصيره، ثالثا مفتحه من فوق عامله كده. هي دي تدرج ناحيه انها حاجه تجميليه، بس انت لو جيت لي الحق هي فعلا ما تقدرش تخرج، او بتبقى شايله هم قوي انها تقابل الناس. الحياه ما بتبقاش ماشيه في مسارها الطبيعي، والفروقات اللي بتبني سنانها تمباكت الاكل وتعمل فروقات، وخلي بالك حجم الاسنان قصير قوي. السنان دي كلها لازم تتظبط، لازم الوضع دوت يتغير توتالي. انت انا بحس انك تدي شكل حلو للاسنان دي بدايه حياه. يعني بحس ان انت بتقدر تعيش. بص بقى الفرق بعد ما خلصنا، بص الفكين، لا ده كانك بتتكلم في قطع لولي، لا الدنيا اتغيرت توتالي. ده تقول عليه ان ديت حاجه رفاهيه؟ لا انا مش بشوفها رفاهيه. انا بقولش رفاهيه، بتكلم على التجميل وجانب الجميل في التجميل غير الشكل، الرعايه الصحيه طبعا. لكن رفاهيه عمر ما في حاجه في طبعًا. الطب اسمها رفاهيه يعني. طبعا رفاهيه دي ان انا اجيب طقم جديد في البيت، يعني اغير طقم واجيب طقم غالي شويه في البيت. رفاهيه ان انا في الايام الحلوه دي اجيب عربيه جديده، يعني دي رفاهيه بقى. لا اركب عربيتك اللي معاك دلوقتي احسن. خليها زي ما هي. طيب هسالك سؤال بس بالامانه، يعني طبيب الاسنان هل اصبح في حاله يعني تاخر تراجع؟ بص انا بحب الامانه جدا جدا في اي سؤال بتساله. التبييض انا مش من انصاره. ما انا بسالك ليه؟ لان انا عارف ان التبييض له متخصصين، اللي هو تبييض الاسنان له ناس ومتخصصين متحمسين له، ولا انت شايفه ان تبييض الاسنان مش تخصص اصلا؟ مش تخصص؟ لا يعني دي حاجه كده. انا قعدت مع ناس قال لي انا تخصصي يعني بشتغل تبييض اسنان. لا ده مش تخصص. مش تخصص؟ لا يعني مفيش عندنا قسم اسمه قسم تبييض الاسنان. مفيش كده، مفيش حاجه كده، مفيش حاجه اسمها ماستر تبييض اسنان. فهو مش تخصص اصلا. هي حاجه زي ابديت كده تحصل في الاسنان لطيف، بس لازم الناس تبقى فاهمه هو بيعمل او انت بتعمل ايه. دي حاجه مهمه. تبييض الاسنان دي ماده انت بتحطها على سطح الاسنان. دي مثلا حاله تبييض. بص انت عندك السنان اللي فوق يمين تكاد تكون فيها بقع بني، السنان لونها مش واحد، لونها مش فاتح. اصر يعمل تبييض انا ما عنديش مشكله، بس انا بفهم اللي قدامي ايه اللي هو بيعمله. انت بتجيب ماده بتحطها على اسطح الاسنان، بتعمل كيميكال رياكشن. كيميكال رياكشن دوت بتعمله يا اما كيميكال يا اما بالضوء يا اما يا اما يا اما. فبتعمل ايه؟ بتدي لون افتح للاسنان، وبتشيل كل الستينز والديبريز اللي داخله جوه طبقه المينا بتاعه الاسنان. تقدر تطلع منها شكل لطيف، لكن عيوبها ايه؟ يعني هو دوت اللون اللي وصلنا له. ممكن حضرتك تكون شايفه جميل، انا مش شايفاه جميل. انا مش شايف السنان يعني مش حلو. لا بس في الناحيه اليمين كانت السنان ستينز وعليها تصبغات لونها يعني بني. احنا نقلناها من سوء بنسبه 100% الى 50%. مظبوط. لو بصيت لا هو اتغير الشكل شويه، بس المشكله بقى الشكل الرص. ده الرصه مش حلو. الرصه طبعا في فراغات. هو مهما انا مش بحس عملنا حاجه يعني. انا بحس 50% انت مش عايزه 50، انت عايزه 100%. بالظبط كده. وانت في كل الاوضاع انت هتدفع فلوس، سواء عايز 50 عايز 100 هتدفع فلوس. طب ادام هتدفعها ادفعها في الاحسن مش في الاقل، مش في الاقل، دي سياستي انا. بس بيني وبينك احنا في اليومين دول
في ناس كتير يعني 50% تمشي خلاص ادم هو عارف ان هو دافع على 50% تمام بس انا كاسراء انا ما بحبش اعمل الحاجه انا ممكن استنى وادبر مادياتي واظبط مادياتي واعمل ال 100% اوكي يعني تمام احنا بنتكلم على حاجه متأخر شويه حاجه ما عملتهاش 40 سنه ما فرقتش 40 سنه وثلاث اربع شهور لكن انا اللي يفرق معايا ان انا اعمل حاجه بعد 6 شهور هتلاقي كل ده نزل تاني واللي انت عملته ما بقالهوش قيمه تحس بايه بقى ساعتها تحس ان انت دفعت فلوس في الهواء فانا كطبيب انا مش من الناس اللي بتميل للتبييض ده بلس والناس لازم تفهم بلس دي كويس قوي مش كل الناس ينفع لهم تبييض اصلا المريض ده ينفع له تبييض طيب ايه العوائق ان احنا لو عندنا سنان مفتحه لازم تتحشي الاول وتتقفل لو عندنا سنان متركبه مش هينفع تعمل تبييض عشان الناس بتيجي تقول كلام ان انت هتعمل تبييض او الدكاتره بعض الدكاتره بتقول لك هتعمل تبييض مهما كان الوضع لا هو مفيش حاجه اسمها مكان لو عندك الليثه بتنزف وحالتها مش كويسه لو عندك مشاكل في طبقه المينا عموما زي الامراض مثلا في فلوروزس يعني في زي حاجه زي بطش بيضة في السنان في حاجات سنان مبطشه فيها خطوط بالعرض فيها عيب خلقي زي طبقه المينا مش متكونه المشاكل دي كلها ما ينفعش معها تبييض اللي عايز يعمل تبييض لازم تكون سنانه ساوند مقفله سليمه 100% تمام عرفت هات لي بقى هذا الشخص خلاص عرفت ان انت ما تحبيش التبييض تمام هروح بقى ليه عارفه اللي ياخد المركز الاول في مشاكل الاسنان في المصريين ايه الفراغات أيوة. ما بين السنان الفراغات دي تاخد مركز متقدم جدا صح. جدا ان السن بينه وبين السن فراغ من زمان عارفه من زمان قوي وعرفت ليه من زمان لما اتفرج على افلام الابيض والاسود بتاعت زمان وخصوصا افلام الستينات لانه في افلام الستينات كان الكادر الكلوز بدا يظهر قوي فكان بيجي على سنان الممثلين والنجوم تلاقي فراغات باينه قوي في النجوم البيج ستار في الوقت ده وطبعا من الواضح انه في الخمسينات والستينات كان فكره ان حتى النجم يروح لدكتور سنان دي كانت صعبه قليله ودكاتره السنان كانوا قليلين كان دكاتره السنان فين وفين يعني بتلاقي دكتور رغم ان الدكتور السنان موجود من ايام سلفني 3 جنيه فاكره فيلم سلفني 3 جنيه عليك كسار موجود من من زمان من قبل من 60 سنه لا ده سلفني 3 جنيه اول كليه طب اسنان كانت سنه كام لا 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 ده سلفني 3 جنيه ده انتاج سنه 37 فيلم انتاج 37 1937 زمان يعني يقترب من 90 سنه فاتوا او اكتر طب اعتقد ان اول كليه طب اسنان كانت سنه حاجه و60 يمكن أوائل الستينات ما اعرفش اوائل الستينات تقريبا ما اعرفش طب يعني اول طب بس يعني انا بتكلم في طب الاسنان انا بكلمك على ايه دكتور سنان قاعد وتمام وعياده وشفتي سلفني 3 جنيه؟ شفت سلفني 3 جنيه علي الكسار اصل انا عشيق علي الكسار أيوه. بحب اقول الحاجات القديمه يعني فانا بقى عايزك تحكي لي كيف نتعامل مع الفراغات اول حاجه لازم نعرف سبب الفراغات علشان الناس بتبقى عندها كونسبتس ان اي فراغ فهو قابل ان احنا تسد لي الفراغ تسده ازاي في فراغات بتتسد وفراغات ما بتتسدش بالطريقه اللي الناس عارفينها طيب فراغات في الاسنان الخلفيه بتدخل معانا اكل لازم نشوف الاول دي فراغات طبيعيه ما بين الضروس ولا دي نتيجه تسوس ففتح السنه فراغات طبيعيه في الاسنان الاماميه دي ممكن نحلها بس حالة الفراغات دي جميلة كل سنة بينها وبين التانية شارع جميلة نشتغل فيها جميل تعبير شغل يعني يا جماعة أنا زي ما بيجيلي حاجة الواحد بيشوفها يفرح كده عارف زي ما بيجيلي حالة واحد بس عنده خلل هرموني مالتبل كده يعني فانا حالة سرية فالناس الراجل يقول له لا بالنسبة لي انا ترضي غروري العلمي لكن بالنسبة لك انت نصيبة سوداء الاقي غدة نخامية بايظة لا وايه بقى عندك الفراغات اليمين مش قد الشمال يعني انت كمان هتفكر تسد يعني جودة انت هتلاقي يعني الفراغات بالسنتي ما ده فراغات بس الفراغات سببها ايه؟ لا هنا جيناتك هنا جيناتك مع بعض الناس بتبقى في سنان اتخلعت بدري فحصل ان السنان ابتدت تفتح من مكانها بس موستلي بتبقى جيناتك يعني بص بقى بص الجمال بقى
انت قفلت عملت يمين قد شمال غيرت مستوى العظم. لو تاخد بالك البيفور بتاعها كانت الانياب قصيره لونها مختلف، في سنان طويله قوي، سنان قصيره قوي، سنان طالعه لبره. لو تاخد بالك الاثنين القدامانيين طالعين لبره، الباقي راجع عنهم لورا، الفراغات مش ايكوال، يمين مش قد شمال. لا 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 الدنيا لا فرقت 200% مش 100%. فانا بحب الحالات ديت قوي، بس هو فعلا اكتر حاجه بتضايق الفراغات. طيب تعالي بقى نروح لقصه اللي كل دكاتره، كل فمره انا في مره هعمل معاكي والله الحلقه دي لازم اعملها معاكي. كام فيلم اتكلم عن طب الاسنان في مصر؟ اشهر الافلام. سنتي بتوجعني. لا اشهر الافلام انا مش شايف الصفين الاولي. ده محمود عبد الوهاب محمد عبد الوهاب الورده البيضاء الله يرحمه. الله يرحمه. لبصي بقى اشهر الافلام اتكلمت عن طب الاسنان في مصر، هم اشهرهم يعني في رايي. اول حاجه اللي هو سلفني 3 جنيه. تاني فيلم كان رشدي اباظه وشاديه مع بعض، اللي هو كان بيشتغل عنده في العياده، هو كان دكتور سنان. ثالث فيلم برضو من الافلام الحلوه قوي اسماعيل ياسين لما كان بيطلع من المستشفى المجانين ورشدي اباظه وراح لدكتور سنان مشهور اللي هو استيفان روستي واشتغل عنده. دول ثلاث افلام. في الثلاث افلام دول مشكله العصب فرضت نفسها في مشاهد الافلام كلها، اللي هو العيان اللي داخل ماسك وشه وبيصوت. واشهرهم كان الدكتور شديد داخل. ولا شفتي ولا فيلم بلفلت؟ لا لا شفت بس ولا مره قعدت افكر كام فيلم اتعمل على كان دول فيهم اشهر دول هو أشهر. لا انا فاكراهم بوضوح بس سنتي بتوجعني ومش شايف غير الصفين الاولي. دي اشهر ده الاستاذ محمد عبد الوهاب دي اشهر في الورده البيضاء دي اشهر وغنى الاغنيه يعني بتاعته. لكن اللي انا بحكيه لك ده دول بيتكلموا على يعني اذا كان طب الاسنان في وقت من الاوقات هو العصر. وطول عمره معروف ان طب الاثرياء. طب الاثرياء طبعا طبعا دكتور سنان ده الدكتور الاليت أيوه. بالعربيه الشياكه والعياده هو الشياكة. اصلا بيبقى فاري عشان يوصل ان هو يطلع دكتور سنان اصلا من الاول خالص. بس برضو في المشاهد كلها بتدور القصه حوالين خلع السن، علاج العصب، يجي العيان انا بتعامل ايه، نام يا نهار اسوح، شيل، خلعنا، روح. انا بحكي لك بقى السينما دلوقتي. ايوه فعلا نتكلم في موضوعين مش موضوع واحد، موضوع علاج العصب وموضوع الخلع. ايوه هو قولي لي بقى علاج العصب ايه قصه؟ الناس بتخاف منها. ما هو انا لما افتح التلفزيون اتفرج على الفيلم خلاء بخلع. تأثير السينما المصريه في عقول المصريين. انت بتتكلمي على احنا زرعنا صغيرين زرعنا الفسيله. هو الفيلم بتاع رشدي اباظه كانت القصه وطبعا كان حسن مصطفى الله يرحمهم جميعا، حسن مصطفى كان بيمثل دور مريض طب الاسنان اللي بيحب الممرضه وطول روحي يا روحي ويقعد يقول يا روحي يا روحي وماسك في وشه كان رائع، وبيروح يخلع سنانه عشان يشوفها. احنا ما لقيناش الكاتيجوري دي لحد دلوقتي. ده بيروح كان بيروح يخلع دي ويخلع دي عشان يشوف شادي الله يرحمه. بص اول حاجه علاج العصب. علاج العصب دوت من الحاجات اللي انا دايما بقول الغلطه فيها كبيره مش صغيره. يعني انا من الحاجات اللي بحترمها جدا. يعني مثلا ممكن يجي لك مريض الحاله ديت عنده الم شديد، كان راح لدكتور علاج عصب او دكتور غير متخصص اتكسر منه الآلة المعدنية في الدرس اللي هو شغال فيه، اللي هو شايف انت الحتة البيضة اللي تحت اللي مايلة دي هي ديت آلة معدنية. انت بقى عشان تحل المشكلة دي انت محتاج أجهزة خاصة ومحتاج دكتور متخصص بجد، مش دكتور أسنان عادي بيشتغل علاج عصب، متخصص بلس مش متخصص عادي، ده متخصص وشاطر واشتغل الحالات دي كتير. اول حاجه هو التكنيك اسمه باي باس. يعني ايه؟ يعني هو عمل ممر تاني جوه العصب نفسه عشان يعدي الجزء المكسور ده، علشان يوصل انه يعدي من تحته ويقفل الضرس من تحت من عند الجدر ويقفل من فوق. طيب لو هو اعتبر ان الجزء دوت خلاص موجود وحشى من فوق وكمل عليه
هيفضل اللي تحت دوت source of infection، يعني هيفضل دوت مكان بيعمل بكتيريا، لان دي آلة معدنية وارد انها تصدي، بلس وارد جدا ان الدكتور ما يكونش غسل كويس وشارك القناة كلها قبل ما الآلة دي تتكسر. ممكن الدكتور يقعد عشان يعمل بايباس ده ممكن يقعد ساعتين ثلاثة شغال. دي بروفيشناليتي، دي تخصص لوحده، ده مصدر الألم، ده اللي بيعمل المشاكل اللي الناس بتطلع في السينما تتكلم عنها أي أي أي. في حين ان انت لو عندك دكتور بروفيشنال شاطر شغال متخصص يا جماعة، مش مجرد ان هو بيمارس كل فروع طب الأسنان، لا متخصص عشان يقدر يشتغل في الكلام دوت. ممكن يعملها في زيارة واحدة. الفكرة بتاعت اروح لدكتور الأسنان علشان احشي علاج عصب اقعد اروح له 3 4 5 زيارات، لا الكلام دوت ده معناه بالنسبة لي ان دوت حد not professional enough ان هو يشتغل الكيسز دي. عشان كده انا من الناس اللي بتقول احسن حاجة التخصصية. لما تكون عايز تعمل علاج عصب يبقى هتروح لمكان فيه ناس متخصصة في اللي انت عايز تعمله. ناس متخصصة علاج عصب، ناس متخصصة جراحة، ناس متخصصة تقويم. لكن ال- 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 المكان اللي فيه دكتور بيمارس كل فروع طب الأسنان هو راجل عظيم ومحترم ويمكن ليه كل الاحترام، لكن عمره ما هيكون مستواه بروفيشنال في كل حاجة. دي من الحالات اللي محتاج حد بجد بروفيشنال مش هزار عشان يقدر يطلع الآلة دي أو يعمل لها بايباس يعديها. فبالنسبة للأفلام هما دايما بيشيروا ليه؟ علشان علاج العصب دايما بيتوجه إلى الألم، تكرار الزيارات، في الآخر الدرس بيتخلع. ليه؟ لأن هما وقفوا بالتكنولوجي اللي هو لحد انهم يشتغلوا يدوي، مش بيشتغلوا كمبيوترز، مش بيشتغلوا تعقيم للقنوات بطريقه حديثه، فما بيكونش التنظيف والغسيل احسن حاجه، فالدرس في الاخر بيوصل ويتخلع. قولي لي بقى، يعني اللي عندهم تاكل في اسنانه تاكل هيتعالج، ممكن يتعالجوا بفينير على حسب درجه التاكل. يعني لو حاجه بسيطه خالص وسنه واحده ممكن، لكن لو الفك كله لا دوت مش ممكن. عايز بس يعني زي حاله زي دي كده، الحاله ديت فيها اكتر من مشكله. اولا العضه الراسيه كولابسد، يعني داخله في بعضها، يعني بقه قافل اكتر من اللازم. السنان قصيره جدا في الفك العلوي وفي الفك السفلي. لو انا ركبت لها طرابيش او ركبت له طرابيش او عملت له اي حاجه تجميليه، العضه دي هتبوظ خالص، لان ما ينفعش تقوم انت جاي على السطح ده وحاطط فينير عشان تطول، الفينير هيبقى نصه في الهواء. مع اي حركه مضغ جانبيه الفينير ده هيضرب هيطق. دي حاله فيها فكره، يعني دي مش حاله سهله باي حال من الاحوال. الحاله دي اول حاجه لازم تعمل تجميل في الفك كله وتزود كمية السنان اللي ظاهرة، يعني بناكل حتة من اللسة علشان يبقى فيه جزء من الجدر، بنعمله معاملة السن عشان تقدر تركب طربوش حجمه مناسب ترفع بيه العضة الرأسية وتشتغل. النتيجة دي مختلفة تماما. انت زودت الطول، زودت العرض بتاع الأسنان، لأن طالما زودت الطول هتزود العرض، هتدي شكل مناسب لشكل الوش. ما ينفعش يبقى حد كبير وشه مربع وكبير والسنان كلها تبقى عامله زي كانها زي مشرشره صغيره كده زي المنشار. فالحالات دي من الحالات اللي عايزه تفكير، مش اي حد يجي حط لي فينير احط له فينير. لا، في سنان لازم تطول. في بعض الحالات يبقى النص اليمين مش قد النص الشمال، يعني تلاقي اللسه نازله كده عامله اللي بتنزل كده بميله. لا، لازم السنان اللسه كلها تبقى نازله معتدله، كلها وان لاين، الفستونز بتاعتها مرسومه عشان لما انا احط فينيرز اديك شكل حلو. حلو قوي. المره الجايه بقى هنجيب الافلام واوريكي فعلا مشاهد افلام. بس بالمناسبه دي قبل ما عايز اقول حاجه. قولي. كنت انت سالتني في الافلام على الخلع. ريسنتلي ما بقيناش بنستخدم الكماشات في معظم الحالات، 99% ما بقاش نستخدم. في دلوقتي تكنولوجي جديد اسمه بيريوتومز، دي بتبقى آلات صغيره كده ورفيعه بنقدر ندخلها ما بين الجدر وما بين العظم، نفضل نفككه كده سنه 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 لحد ما بيطلع لوحده، او بتمسك ملقط وبتشد السنه.
ده تكنيك مختلف تماما عن فكرة الكماشة اللي هي بتفضل تعمل بيها كده دي وتقوم تحس انها بتطلع المخ من الرؤى. لا دي خلاص نورتي. ميرسي يا دكتورة العزيزة الأستاذ دكتور أسراء السعيد استشاري جراحات الفم والأسنان وصاحبة الدبلومة الأسبانية وماجستير جراحات الفم والأسنان، كانت ضيفتي كالعادة المنورة في الناس حلو. خليكم مع الناس حلو. الصناعي يؤدي تقريبا 95% من وظائف الغضروف الطبيعي وبيفضل مدى الحياة. الجراحات محدودة التدخل تعالج الآن مشاكل العمود الفقري بنسب نجاح تتجاوز 90%. الجراح اللي يقدر يعمل الجراحات محدودة التدخل يعني يستطيع أن يجري جراحة بالمنظار والميكروسكوب، ده جراح بيقدر يعمل كويس الجراحات العادية وبأحسن ما يكون. دكتور يسري الحميلي أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عضو الجمعية الأوروبية لجراح المخ والأعصاب، مدير مستشفى نيورو سباين. أهلا بكم. لو سألتكم وتناقشنا مع بعض كده إيه أكتر عفريت يخوفك؟ عفريت يخوفك بيدور العفريت ده بيوسوس وبيدور في دماغ المريض اللي بيعاني من انزلاق غضروفي. هقول لك انه يتاخر في العلاج، انه يتاخر في انه يذهب الى المنظومه الطبيه المتخصصه وياخذ العلاج المتخصص على ايد الجراح المتخصص. ده اكتر حاجه بتخوفني، ده العفريت بالنسبه لي. الجراحه الملاحيه تحديدا هي التي وقفت امام هذا العفريت. هذا العفريت اللي هو عفريت لا نخبط حاجة، لا نضر عصب، لا نقطع مش عارف إيه، جاءت الجراحة الملاحية لكي ترد هذا الاتهام وتقول ولماذا وجدت الجراحة الملاحية؟ ولماذا ظهرت تقنية الجراحة الملاحية؟ أنا ظهرت الجراحة الملاحية بتتكلم عن نفسها لكي أقف أمام هذا التخوف الذي كان في الماضي منطقيا وأصبح الآن نوع من حكاوي وثمر الماضي البعيد. النهاردة هنسمع هذا الحوار بالتفصيل وكيف نرد على هذه العفاريت وكيف التكنولوجيا الحديثة اللي في العالم كله أبهرت العالم كله في كاس العالم، الطب واخدها وطبقها من قبل كاس العالم. إيه هي دي التكنولوجيا دي؟ نفهمها بالتفصيل مع ضيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة والاسم الرائد في عالم جراحات المخ والأعصاب، ضيفنا المبدع دائما أستاذ الدكتور يسري الحميلي أستاذ جراحات واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحاته، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة والمؤسس ورئيس مجلس إدارة مستشفى نيورو سباين العريقة للجراحات المتخصصة. أهلا بيك دكتور. أهلا دكتور أيمن. أهلا وسهلا. الحقيقة أنا ابتكرت فكرة العفريت دي لأنه فعلا عفريت حقيقي وهو موجود، وعايز أقول مش من 20 سنة ولا حاجة، ده موجود في الوقت الحاضر وبيجي وبيحضر، والناس بتشوف أمثلة سيئة لعمليات العمود الفقري التي تجرى دون التبحر أو استخدام التكنولوجيا الحديثة. ما هو الجراح اللي ما عندوش التكنولوجيا دي وما عندوش الخبرة حتى في استخدام التكنولوجيا دي، ممكن مستشفى يبقى عندها التكنولوجيا دي وموجود فيها بس الجراح ما عندوش الخبرة، لا يجيد التعامل معها، هيعمل عملية بالطريقة التقليدية أو هيفضل يعمل عملية بالطريقة التقليدية وهتفشل العملية أو يحصل فيها مضاعفات، أو هنشوف بقى الشبح اللي بتقول عليه اللي كان دائما حتى كنا بندرسه في الكتب أسباب فشل الانزلاق الغضروفي، إن العملية تتعمل على مستوى خاطئ، الغضروف ما بين الفقرة الثالثة والرابعة والجراح يقوم داخل يشيل الغضروف اللي ما بين الرابعة والخامسة. خطأ موجود وبيبقى موجود ولا زال موجود، لغيته تماما الجراحة الملاحية. هنقول للناس بقى ايه الجراحة الملاحية واحنا ازاي سبقنا التقنيات الحديثة اللي الناس بتستخدمها في ان احنا كأطباء استخدمنا الجراحة الملاحية. العلم بيرجع الى سنين طويلة قديمة، علم الملاحة، الملاحة التي استخدمت في تعريف السفن بالخرائط والأماكن والبلاد.
ده علم الملاحة اللي استخدمته السفن طول عمرها في الإبحار، وبيتقدم ويتقدم رهيب جدا. ثم جاء علم الطب ليستخدم الملاحة في الاستيريوتاكسي، وده عمله عالم اسمه هورسلي مع مهندس اسمه كلارك في سنة 1805. اخترعوا الجهاز يتحط على الرأس يتثبت يعرف إحداثيات الأشياء التي داخل المخ لعلاج مرض الشلل الرعاش وإجراء عمليات الشلل الرعاش بدقة. وقعدنا سنين نستخدم الجهاز ده لحد ما جاء الكمبيوتر، وجاء مع الكمبيوتر التقنيات الانفراريد والانفراريد اللي هي الموجات والموجات الكهرومغناطيسية. بدأنا نستخدم بقى الجراحة الملاحية بمفهوم حديث جديد جدا. الناس هتقول ايه الجراحة الملاحية؟ اقول لهم اتفرجتوا السنة دي على كاس العالم بتاع قطر وشفتوا كذا هدف يحتسب ويحتسب الحكم بطرقه التقليدية هدف، ثم يأتي البار يقول الحق اللاعب كان دراعه، ما هي الكرة جواها سنسور، واللاعب على كل حتة في جسمه في سنسور، وبالتالي لو اللاعب سبق الكرة السنسور على اللاعب هيدي ألارم، هيبان ان اللاعب ده حتى لو دراعه أو راسه برة دخلت في منطقة الأوفسايد الهدف هيتلغي، وده اتلغى في كتير منهم أهداف لميسي. الحاجة التانية إنه ممكن لاعب يحتسب الهدف للاعب وهو ما لمس الكرة وكانت الضربة بتاعت زميل اللي قابله، وده حصل في كاس العالم. مين عمل البريك ثرو أو التطور الرهيب في تحكيم كاس العالم السنة دي؟ البار، الجراحة الملاحية، الملاحة. الملاحة الملاحة اللي احنا استخدمناها في الجراحة من سنين وبنستخدمها علشان دقة إصابة الهدف. دقة إصابة الهدف بمعنى ان ما بقاش بقى في حاجة اسمها ان اشيل غضروف واسيب حتة منه، اشيل غضروف في مكان غلط، اشيل حاجة غلط من مكان هي بتؤدي وظيفة. كل الإحداثيات بتاعت المريض وبتاعت المريض المثالي اللي هو ما عندوش مرض راكبين فوق بعض، فيظهر لي المرض في الحتة الفلانية بضوء أحمر. ولما ادخل بالآلات بتاعتي كل آلة عليها سنسور، السنسور ده هيديني بدقة شديدة أنا فين وإزاي، وهيديني الأبعاد. لو ده بقى مع جراح خبير زي لما بنلعب بمحترف في كاس العالم هنعمل إيه؟ هنحقق الهدف، هنفوز، هنلغي العفريت كده، احنا يعني حرقنا العفريت. السنسور هو عالم مهم جدا دلوقتي. السنسورز هي المجسات الموضوعه في الالات، المجسات الموضوعه في المناظير، مجسات الموضوعه في كل شيء متحرك قريبا من اي نسيج. واحنا شفنا المشهد المشهور الكوره اللي اكتشفوا ان جزء واحد من 100 منها لسه ملامس للخط. صح. نتيجه السنسورز طبعا في ماتش اليابان واسبانيا طبعا، فقال لك لا خلاص ما عدتش، هي بالقرار ان السنسور بتاعها لسه ما عداش بالكامل، في جزء منه لسه ملامس للخط. وهو ده اللي احنا بنلاقيه بالذات بقى لما بنشيل ورم او نشيل غضروف مستعصي في مكان حرج جدا، خانق الحبل الشوكي او خانق الاعصاب، واحنا عايزين نحافظ على الاعصاب. او بنشيل ورم زي ورم الغده النخاميه من حته صغننه جدا بثقب صغير جدا. كل هذه الإحداثيات لما ندمجها كمان مع ربط المريض بإحداثيات قياس العصب في أثناء العملية والأشعات اللي بنعملها جوة أوضة العمليات، يبقى احنا استخدمنا كل المنظومة العلمية مع جراح ذو خبرة عالية. ما هو محدش هيقول لي ان اللي تعود يستخدم الحاجات دي منذ نعومة أظافره، وكان واحد من الحمد لله انا كنت واحد من الناس اللي طوروا في مجال الجراحه عالميا الجراحه الملاحيه، وبالذات في تطبيقاتها في المجال العمود الفقري، ولي ابحاث عالميه في هذا المجال. اول مره اتكلمنا انا وحضرتك في 2006 عن الجراحه الملاحيه في لقاء في 2006 كان في برنامج الطبيب في الوقت ده، اول من يعني اول ما شرحنا الجراحه الملاحيه في الطبيب. انا بدات مجال الجراحه الملاحيه في 96 ما كانش بقى في 96 برامج لسه. كانش فيه وكان المجال صعب جدا، والسفر بره وتتكبد وتصرف، وكمان بتاخد حاجه انت مش عارف مستقبلها هيبقى ايه في العالم كله.
فجأة أنت بتلاقي أنك أنت سهلت على المريض النهاردة العملية اللي بعملها من فضل الله تعالى أو عملتها من 20 و25 سنة، المريض ما بترجعلوش العملية تاني. ليه؟ أنت محافظ على التركيب الطبيعي للعمود الفقري، الفقرات بتاعت المريض ما تقطعش منها عظم، ما تشلش منها حاجة تضعفها، وحطيت شلت الغضروف وحطيت وسيلة بديلة لهذا الغضروف تضمن للمريض ده حرية الحركة وسرعة الحركة والحركة بانسيابية تامة. وبالتالي المرضى كتير جدا اللي بيجوني بيجوني عن تجربة سابقة. يبقى احنا زي ما بيقول احنا النهاردة العلم خدم في ان احنا نستخدم تطبيقات العلم مع الخبرة المثقلة مع المهارة في ان احنا نقدم للمريض احسن حاجة وافضل حاجة. السؤال اللي بيفرض نفسه بقى، يعني لو احنا عملنا كومباينيشن او تزاوج ما بين الجراحة الملاحية والاساليب المينيمال انفيزيف زي المنظار، اعتقد ان احنا نبقى وصلنا في النفع بالنسبة للحالات المرضية الى اقصى نفع. هي استحدثت الجراحة الملاحية بالأساس عشان نقدر نستخدم الوسائل محدودة التدخل ونطبقها في مجالات الجراحة في المخ والعمود الفقري. وإحنا كنا جراح المخ والأعصاب رواد هذا المجال عالميا، حتى الريبوتك سيرجري اللي هي الجراحة باستخدام الريبوت إحنا برضو رواد كجراح المخ والأعصاب فيها وفي استخداماتها، والزراع الريبوت اللي بيعمل العملية بتوجيه من الجراح على الكمبيوتر ده من المجالات اللي جراح المخ والأعصاب لهم الريادة في هذا المجال. وبالتالي احنا الجراحة الملاحية بتخدمنا في ايه؟ هعمل العملية من فتحة صغيرة جدا، مفيش حاجة اسمها عملية بدون فتحة، ده كلام بيضحك عليكم بيه يا جماعة، مفيش حاجة اسمها ان انا هدخل بالتردد الحراري اوسع لك القناة العصبية، ده كلام مش علم، ده كلام اسمه تلبيس إبليس، يعني بيشتغلك. احنا بندخل من فتحة صغيرة دون أن نحدث عطب في التركيب التشريحي الطبيعي للعمود الفقري أو للجمجمة، وبندخل من الكوريدورز الفتحات الطبيعية الموجودة سواء كان في المخ عن طريق الجيوب الأنفية أو سواء كان في العمود الفقري عن طريق الفتحات الموجودة ما بين الفقرات لدخول وخروج الأعصاب، بندخل من جنبها وبندخل بطريقة شيك جدا بحيث نحافظ على كل تركيبة موجودة ربنا خلقها في العمود الفقري. فلما بندخل بنضيف إضافتين، الإضافة الأولى إن إحنا بنشيل مركز الإصابة أو العطب سواء كان غضروف أو ورم أو بنصلح كسر أو بنثبت كسر، وبنضيف إن إحنا بنحط حاجة بديلة عن الحاجة الطبيعية اللي كانت موجودة عشان الدور يكتمل والمريض يقدر يقوم. وبالتالي المريض هيطلع من العملية ما عندوش غرز في ظهره، فتحة صغيرة جدا، أهم حاجة كمان إنه هيقوم من العملية دي مش محتاج يلبس حزام وينام في السرير وممنوع يتقلب وممنوع ينزل، لا 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 خالص، بيتحرك من أول يوم، بيمشي على رجله من أول يوم، بيطلع سلم وينزل، بيدخل يقعد على قاعدة التويلت، بيقعد على قاعدة الكرسي، تشوف التلفزيون، يتمشى، يخرج بعد 4-5 أيام، يقدر يمارس أعمال مكتبية بسرعة، يقدر يسوق العربية في خلال 4-5 أيام. وأهم من هذا إن إحنا بنضمن عدم رجوع هذه المشكلة، لأن أنا عشان الحمد لله رب العالمين أعتبر إن أنا مركز ريفيرال، يعني مستشفى نيوروسباين، وشخصي الحمد لله بيجيني مرضى من جميع أنحاء العالم، حتى من ألمانيا، في أطباء ألمان بيحولوا لي مرضى، في أطباء من أمريكا بتحول لي مرضى. المرضى اللي بشوفهم من جميع أنحاء العالم فيهم نسبة كبيرة جدا فيها مشاكل مرتجعة، عمل عملية تعملتش بشكل كويس، عنده مشكلة تفاقمت لدرجة إن هو في العالم المتقدم من كتر ما بيحذروه من المضاعفات اترعب وخاف ومش عايز يعمل عملية. وإحنا من فضل الله تعالى دائما اعتدنا على إن إحنا نشوف أصعب المواقف مع المرضى بتوعنا، مش عايز أقول مرضانا في 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 الشرق الأوسط عندنا نوع من الإهمال شوية كمرضى، بنسيب الغضروف لما يكبر، بنسيب الورم لما يكبر، بنسيب الغضروف لما يتفاقم ويلف حوالين الحبل الشوكي. فمن بداية شغلنا في العمود الفقري والمخ من وإحنا صغيرين كأطباء، أنا بتكلم على الأطباء المصريين المهرة، اتعودنا نعمل الحاجات الصعبة وتعودنا نحل المشاكل المستعصية كنوع من التحدي وكنوع من الإثبات الذات
لان احنا في عالم التنافس فيه رهيب جدا. ودي بقى جات نقطه نجاح عندنا كبيره جدا، ان الغضروف المرتجع اللي عامل التصاقات حواليه، اللي عامل التصاقات في الاعصاب والحبل الشوكي، الورم اللي عامل التفاف كامل على الحبل الشوكي او جوه الحبل الشوكي، احنا بقينا رواد في هذا المجال من فضل الله تعالى من كتر ما اشتغلنا الحالات الصعبه دي. بما ان انا قلت العفاريت لازم اقول ان في اماكن مسكونه، يعني اماكن مسكونه يعني اماكن مقلقه. برافو عليك. يعني بجيها فعلا صح. وهنتكلم هنشرح للناس المعنى بتاع كلمه اماكن مسكونه في عالم جراحات المخ والاعصاب او في عالم جراحات العمود الفقري تعني ايه. تعني الاماكن المسكونه هو بالظبط كده، دايما بنقول يا جماعه ما تخليش حد يبيع لك الوهم، زي الدجال اللي بيقعد يقول لك اعمل لك عمل واكتب لك وأعمل. هو ده نوع من الوهم. مفيش حاجة اسمها عملية بدون جراحة، مع احترامي مفيش حاجة اسمها. كل الحاجات اللي انتوا بتسمعوا عنها بدون جراحة دي بالظبط، كل الحاجات اللي بتسمعوا عنها دي ما هي إلا مسكنات ومثبطات للألم بشكل شيك شوية. مفعولها بيبقى أقوى شوية من الحقنة اللي بتاخدها في العضل بكام يوم أو بشهر أو اتنين، والمشكلة بترتد تاني. دائما إذا أردنا أن نحل مشكلة يبقى لازم نقف على السبب ونشخص السبب صح ونعالج صح. فالأماكن المشبوهة هي مكان أنت عايز تهرب من الجراح ذو الخبرة وذو العلم المثقل، عشان خايف يقولك عملية يا جدع. هو هيقولك عملية ليه؟ لمصلحتك. العملية لو هي لمصلحتك هيقولك اعمل عملية. أنا 80% من مرضاي اللي بيحبوني على مدى سنين هم مرضى أنا ما عملت لهمش عملية وعالجتهم علاج تحفظي، بس علاج تحفظي بصدق وأمانة دون الخدع. إذا كانوا إنديكيتد لكده، لأن 80% من الحالات اللي بتيجي بدري تقدر تعالجها علاج تحفظي دون اللجوء إلى الجراحة، بل بالعكس بتشخص بدري وتدي المريض روجيتا إزاي تتعامل مع المرض بتاعك ده عشان ما يتفقمش. ودي نقطة مهمة جدا، لما يروح لمكان مشبوه واحد بيقلد الناس الناجحة ويغري المريض بأنه هو العملية عند الجراح الناجح بتتكلف كتير، لأنه بيحط مقومات نجاح عالية جدا عشان يضمن النجاح، فيقوم هو عامل له ضرب له في السعر. عادة بتبقى الفروق بتبان في الحاجات الجوهرية، وتيجي بقى مشكلة وسط 10 مرضى يحصل مشكلتين 3 المرضى تبقى مشكلة كبيرة جدا، وعشان نحلها ندخل في إيشوز تانية. الحاجة التانية إنك تستقرب حد ما عندوش التكنولوجيا والتقدم العلمي وتستخدمه كبديل لحد ذو قيمة علمية وتكنولوجيا. دائما لما بنقول إن احنا أنا شخصيا بيبقى عيني وأنا بعمل أي عملية لأي مريض سواء كانت في المخ أو في العمود الفقري، أنا بنافس الدول الأوروبية المتقدمة والعالم المتقدم الأول بحق وبصدق. ودائما عندي مرضى كثير جدا يسافروا بعد ما يعملوا عندي عمليات ويقولوا بفيدباك الدكتور في ألمانيا قال كذا، الدكتور في أمريكا قال كذا، الدكتور في إيطاليا قال كذا، قال في حق الكلام كويس جدا. لدرجة أني الحمد لله دلوقتي بقيت بشوف مرضى متحولين لي من أمريكا ومن العالم المتقدم، من ألمانيا من برلين تحديدا، وبيجيني مرضى من فرانكفورت جايين على اسمي من أطباء هناك. أنت مش هتقدر تعمل عملية في ألمانيا لسبب لوجستي أو صعب أنك تعملها أو العقبات، عندك في مصر الدكتور الحميلي وده راجل ممتاز. فالحمد لله رب العالمين، لما كان عيني على الكلام ده من الأول أنا ما استخسرش في المريض بتاعي أي حاجة، وبهتم جدا أن العملية بتاعتنا دي تبقى عملية تنافسية لمصلحة المريض عشان يقدر يشتغل. ما احنا بنعمل عملية انزلاق غضروفي ليه؟ عشان المريض ده يرجع ياكل عيش ويقف على رجله. ده بيبقى حواليه أسر وبيبقى نموذج جيد وسط المجتمع عشان نمحي الجهل ونشيل بقى العفاريت اللي عمالة بتتنطط حوالين الناس، وده إن شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يتقبله في ميزان حسناته. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور يسر الحميلي، أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مستشفيات نيورو سباين للجراحات المتخصصة. نورت الناس الحلوة. شكرا جدا، خليكم دايما الناس الحلوة.
الدكتور محمد إبراهيم، الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب والعقم بمركز دار الطب. تعالوا نرحب بضيف العزيز المبدع دائما في حواره الممتع، دائما في سرده التفصيلي الجميل، الواحد من نجوم عالم تاخر الانجاب، الاستاذ الدكتور محمد ابراهيم سالم، استشاري الحقن المجهري واطفال الانابيب وتاخر الانجاب بمراكز دار الطب. اهلا بيك يا دكتور. اهلا دكتور ايمن. قرار ان انا اقول لكابلز انتوا محتاجين حقن مجهري، ده قرار مهم جدا، وان كان في بعض الاحيان ممكن يكون مستغرب من الكابلز، يعني وخصوصا بيكون من الزياره الاولى، يعني لما يجي اثنين متجوزين لسه من فترة قصيرة، بقالهم سنة ست شهور حتى أقل، وجايين يعملوا فحص أو جايين يعملوا كاونسلينج لي عند الدكتور، فيتقال لهم كده في أول زيارة يا ستي أنت لازم تعمل لك حقن مجهري. الكلمة ديت في ناس بتستقبلها برياكشنين، في ناس تستقبلها طب كويس يلا نعمل حقن مجهري، لانه في ناس عندها اعتقاد ان الحل المجاري هو الطريق الاضمن، الحل الامن، الطريق الاضمن والاضمن الاضمن، وفي ناس ثانيه ممكن تستغرب، طب ما تدينا فرصه، طب ما الوقت، طب مش من اول مره، ولا انتوا عشان مركز اسمه مركز الحقن المجاري واطفال الانابيب فانتوا على طول هتدفعوا لنا الحقن المجاري. وتبدا هنا الاسئله، امتى اكون في اول جلسه هقول للست انت لازم لك حقن؟ ده قرار مصيري، قرار مصيري جدا. وانت قلت كلمه حلوه قوي، ان انت النهارده بتتكلم في اول جلسه، يعني أول زيارة، انت أول يعني عارف يعني اول جلسه دي، يعني انت حتى ما فيش ود لسه بينك وبالعين بتاعك، لسه بتتعرفوا على بعض. يعني ممكن تكون انت لما تجي لي زياره مره واثنين وثلاثه وسمعت عني وسالت عني، فانا لما اقول لك قرار بعد خامس او سادس جلسه هتتقبله مني، والله يا دكتور محمد ده احنا عرفناه وقعدنا معاه واستمتعنا بالشرح بتاعه فاصبح الكلام بتاعه مقبول. بس تخيل النهارده انت سمعت عني وما شفتنيش ولا مره قبل كده، واول مره تجلس معي ومن اول لقاء اقول لك ايه يلا نعمل حقن مجهري. طبعا ده قرار صادم وقرار مصيري وقرار عايز حنكه من الطبيب وعايز تمهل في كيفيه توصيل الرساله بتاعت الحقن المجهري للقابل اللي قاعد قدامك. لانه النهارده انت ما تعرفش المستوى الفكري ولا المستوى الاجتماعي وحتى المستوى اللي هو ليه العرف، ان انت النهارده اتنين متجوزين وعرفهم ازاي كده مع اول زياره، ها الاهل ايه انتوا عملتوا ايه مع الدكتور محمد النهارده؟ ما ينفعش هم طالعين من عندي يطلعوا يقولوا لاهلهم ايه ده قال لنا حقن مجهري. الا اذا كنت انت النهارده وصلت لهم معلومه وفهمتهم احنا ليه اجبرنا على خيار الحقن المجهري. زي ما حضرتك قلت احنا مش عشان مركز اطفال انابيب وحقن مجهري، ولكن هو الملف اللي خدني في سكه الحقن المجهري. يعني مش انا اللي عايز اروح، لانه صعب جدا النهارده تعالى اقنعني النهارده انه ست متجوزه بقى لها ست شهور عندها 20 سنه روح اقول لها اعملي حقن مجهري. صعب، يعني ده صعب ان انا اقول لاي حد يكون داخل عليا اروح اقول له اعمل حقن مجهري، مرفوض مرفوض عرفيا واجتماعيا وحاجات كتير جدا، ولكن في بعض الحالات قد تجبرك على الدخول للحقن المجهري حتى لو انت عريس جديد. يمكن الموضوع ده مقسم الى شقين، احنا اتكلمنا في حلقه قبل كده عن المشاكل اللي بتواجه الرجاله والذكوره، فحلقه مكتمله. النهارده هندخل على الجزء الخاص بالسيده. واحنا ليه عملنا حلقتين على هذا الكلام؟ لانه المجتمع عندنا بيقعد يحمل الست كل حاجه، لا احنا عايزين نقول انه الحمل هو مساله مشتركه اجتماعيه ما بين الرجل والست، لا يتحملها جزء او كل، احنا منظومه بنشتغل مع بعض كراجل او كذكر وانثى في سبيل الهدف بتاعنا. فاحنا النهارده أول حاجة تفكر فيها إحنا بنتكلم على الاستثناءات، لأن إحنا مش طبيعي إنه ناس حديث العهد بالزواج يروح يعملوا حقن مجهري. إحنا بنتكلم على الاستثناءات إزاي؟ ست عندها النهاردة 37 سنة،
سن متقدم. سن طبعا. العمر، العمر ده احد العوامل المؤثره في قرارات كثيره جدا انت بتاخذها مع المرأة بتاعك في المستقبل. النهارده الست اللي عندها 37 سنه ما ينفعش تمشي معاها بمقاييس السيده اللي عندها 27 سنه. اللي عندها 27 سنه ممكن تقول لها اعملي تحاليل ونرجع بعد سنتين، هترجع لك هي عندها 29 سنه وتطبق عليها قواعد تاخر حمل والانجاب. حتى الكلام ده مش عندي، مش عشان احنا بتوع مركز اطفال ابي وحنان المجهري، الكلام ده مكتوب في الكتب. حتى يجي يقول لك ايه في الكتاب، تعامل مع اي سيده عندها تاخر حمل بالفحوصات التقليديه اللي انت عارفها، اشعه بالصبغه وتحليل السائل المنوي، وبعد مرور سنه ونص او سنتين زواج. دلوقتي التعريف الديفينيشن اللي كلنا عارفينه. يجي عند الست اللي تجاوزت سن 30 سنه يقول لك ابدا فحوصات فورا. بيحترم السن. الست اللي تجاوزت 35 سنه لا، ابدا حطها على طريق الحقن المجهري لو هي فعلا مخزون من عندها قليل. فاذا العمر هو احد العوامل المؤثره في اتخاذ القرار. العمر ده هو اللي بيحدد لي بعد كده. ليه؟ لانه ما ينفعش النهارده سيدنا يكون عندها 37 سنه وتفضل تقول لها هديك فرصه حمل الطبيعي عندها وانت عندك 40 سنه. فانا النهارده لو هديها نسبه نجاح في 50% عند 37 سنه، هاجي عند 40 سنه اديتها 20%، يبقى انا حرمتها من فرصه كبيره جدا في نسبه النجاح. ده ما هو اكبر من ذلك، ان انا ممكن تكون حرمتها من فرصه انجاب طفل اخر. يعني شوف استعجال القرار هو مفيد في الاخر. تمام؟ يعني ايه؟ يعني النهارده لما سيده توجه لحقن مجهري 37 سنه وتحمل، هتولد عند 38 سنه ورضاعه سنتين هتوصل 39 سنه، هتبدا تعيد لها الحقن المجهري تاني عند سن 40 41 سنه. طب تخيل لو انت بدات هذا القرار عند 40 41 سنه، نسب النجاح بقت متدنيه قليله، وفي نفس الوقت فرصه انجاب طفل تاني هتبقى صعبه للغايه. فاذا احترامك للسن النهارده، بس لازم انت تفهم الزوجين هذه النقطه، احترامك للسن ده بيخليك تؤدي عمل كويس جدا، وفي نفس الوقت تفهم ان انتوا النهارده بس مش السن اللي هو متجوزين بقالنا يوم، يعني احنا متجوزين بقالنا 6 شهور، ممكن لو متجوزين بقالهم 3 شهور خد 3 شهور تاني فرصه حمل الطبيعي، خد 6 شهور تاني مفيش مشكله، 37 سنه زي 37 سنه و6 شهور، بس 37 سنه ما تاخدش 3 سنين وترجع تعمل ايه؟ تقول يلا نعمل حقن مجهري، لان اول واحد يلام في هذا الموضوع هو الطبيب. تيجي الست تقول لك ايه؟ طب يا دكتور انت عارف الموضوع ده؟ ليه حتى ما وجهتناش من الاول؟ انت سايبنا ما نوصل لل 40 سنه. على فكره في كل تخصصات الطب اللي هو بالزبط. حته انه يعني انت الدكتور، فحتى لو هم عرضوك في الاول في شيء وانت ما صممتش وما اجزمتش وما بينتش وما وضحتش، هيجوا بعد كده يلوموك بالزبط. في انك انت ما اصرتش. هنا دور انت الطبيب. انت الدكتور، انت الدكتور تعرف اكتر مني. طبعا مالكش دعوه بيا، اصل انا كنت خايف النهارده ان انا اصدمك، لا كنت صدمتني. فالصح ان انت لو عندك خبره كويسه جدا تعرف تتخذ القرار، ارمي الكره في ملعب العيان. انا مش بقول لك ارمي الكره في ملعب العيان وسيبه، لا، انت الجيد بتاعه، انت المرشد بتاعه في الاخر، بس انت رميت له كل المعلومات وتقول نفكر مع بعض، ولو عندك اي تساؤل نقدر نتكلم مع بعض وناخد القرار السليم. ده رقم واحد. ضيفي العزيز القيمه العلميه القديره والاسم اللامع في عالم الاخصاب المساعد الاستاذ الدكتور محمد ابراهيم سالم استشاري الحقن المجهري والاطفال الانبيب متاخر والانجاب براكس دار الطب، نورت نورت واسعدتنا في مستمتع جدا بالحلقه حبيبي حبيبي، خليكم دايما مع ناس حلوه.